اليوم كان أول دوام إلنا في المدرسة بعد ما تم إلها ترميم وصيانة من قبل صندوق الاستثمار العربي الكويتي، والحمد لله رب العالمين. أنا بشكر كل من ساهم وبذل جهد في إنجاز هذا العمل الرائع. بشكر طبعا لجنة المعارف الموجودة في البلدية، بشكر المهندسة حنان عبد العال، وبشكر الأخ مصعب أبو صلاح، وكمان بشكر عنا مهندس التربية والتعليم أبو زكي اللي كان مواكب عنا للعمل في المدرسة أول بأول. استغرقت العملية تقريبا من 15/6 لغاية مبارح استلمنا المدرسة، والحمد لله رب العالمين داومنا اليوم أول دوام إلنا في المدرسة. مواصفات العمل كانت ممتازة وكانت متابعة من قبل المهندس في البلدية ومهندس عنا التربية، والحمد لله رب العالمين. نشكر المقاول ناصر أبو خضرة، المقاول عنا المدرسة، والمهندس أبو وسيم على الإنجاز والعمل اللي هم عملوه في مدرستنا. ألف حمد وشكر لله رب العالمين الذي ساعدنا على أنه أخيرا رجعنا لمدرستنا، مدرسة جمال عبد الناصر، اللي صلنا من أول السنة مداومين دوام مسائي. كنا كتير كتير تعبانين، لم نعرف ندرس، نفسيات تعبانة، خصوصا عشان إحنا توجيهي هاي المرحلة حساسة، لازم تكون أهم إشي نفسية الطالب مرتاحة. لما كنا نداوم مسائي كنا نتغلب كتير. طبعا الحمد لله هنا اليوم أول يوم دوام لنا في مدرستنا. المدرسة يعني أكثر من رائعة، كنا متوقعين إشي طلع إشي تاني أكثر بكتير. بدنا نشكر كل من ساهم على هذا إنجاح هذا المشروع، وبشكر مديرتنا ست وفاء آسيا على كل الجهود اللي بذلتها من تعب عشان يعني تنجح كمان هذا المشروع. لولاها كان ما صارت هيك المدرسة. طبعا المدرسة كتير كتير حلوة طلعت، وكتير البنات انبسطوا فيها. طبعا هذا إشي بيأثر عشان الطالبات يحسنوا من مستواهم الدراسي، أكيد صار في عنا النظام، صار في عنا الأهمية للوقت. كنا أول بالنظام بالدوام المسائي ما نعرف يعني لا ندرس ولا نعرف نطلع ولا إشي، فالحمد لله رب العالمين. اليوم طالبات مدرسة جمال عبد الناصر رجعوا لمدرستهم من جديد بعد ما انهينا الدوام المسائي في مدرسة العمرية، الحمد لله. طبعا هذه المدرسة رجعنا لها مرممة وجديدة، بعثت في نفوس الطالبات الحيوية والنشاط عشان يدرسوا ويجتهدوا ويجدوا بشكل أكبر، وعادي نظام وترتيب لحياة الطالبات من جديد. صار في دوام صباحي كالعادة كما كان معتاد في السنة السابقة، وصار الطالبات يعني أكيد رح يتحسن أدائهم في المدرسة لأنه في الجو البيئة العامة مناسبة أكثر للدراسة. طبعا نشكر كل اللي ساهموا في ترميم المدرسة وتجديدها، ونشكر مديرة المدرسة اللي بذلت مجهود كبير لنحصل على هذا النموذج الرائع من المدرسة، الحمد لله.